المرأة المسلمة الملتزمة تحرص دائماً إذا خرجت من بيتها ألا يخرج منها أي رائحة، لا رائحة فاتنة للشباب ولا رائحة سيئة، وتخاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها متزينة متعطرة ليشم عطرها الناس إلا وهي زانية. حديث مرعب جداً، ولكن الخطأ يقع من الأخوات في أمرين وخاصة من الملتزمات. الخطأ الأول في غسل الثياب ووضع المنظفات المحتوية على المعطرات أو وضع المعطر بعد غسل الثياب، وتخرج المرأة وعلى شاربها الحجاب أو على عباءتها المعطر فيشمه الرجال فيفتتن بعض الرجال ولربما أسيء الظن بها، فهذا أول أمر. الأمر الثاني حينما تضع لابنتها المعطر وتخرج بها وقد حملتها فتخرج الرائحة كأنها منها، فينبغي أن نحذر من هذين الأمرين ونحذر منهما.